خليني نعطيك الحقه، هذا الشيء يضرها الناس ما بغيت تمر خرج. النواحي ديال الدار البيضاء بالضبط منطقه تحت السوالم. صباح الخير عليكم، صباح النور، صباح الرباح، صباح التيسير، كيف راكم بخير؟ هاني صحيحتكم لاباس، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خصكم خير يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم كيف العاده اموركم 5 وانتم مجموعين مع الحباب الميمات الوالدين ان شاء الله يا ربي. كيفي انا حتى انا مجموعه دابا مع الحباب، فاول خرجه ليا مورا الكونفينمون فاكيد غتكون زياره ديال الاحباب وديال الوالدين. المهم انا في هذه البلاصه الزوينه، هذه الجنه فوق الارض، انا في النواحي ديال الدار البيضاء بالضبط منطقه تحت السوالم عند العائله ديال راجلي. فهذه البلاصه انا افتقدتها اكثر من القياس، وبارمي لي شوز اللي خلوني حسيت بالكونفينمون زعما مزير بزاف هو انني ما بقيتش كنجي لهنايا، لان هذه هي المتنفس ديالي. كل شهر اولا كل 15 يوم كنجي انا والبنات هنايا، وما نقولش لكم على البلاصه اللي كتجي ليها كيفاش كتولي، يعني كاع داك الستريس اللي كتكوني مدوزاه كتجي هنا وكانك كتولدي من جديد. وما شاء الله كي كتشوفوا هاد الدنيا، ما شاء الله شوفوا كيفاش دايره الخضوره والطبيعه. واللي زوين في هاد البلاصه هو انني شحال من حاجه هنا انا زرعتها بيدي، لا في هاد الحديقه اللي كتشوفوها ورايا، لا في هاد البلاصه الدرا. المهم انا غادي نضرب لكم دويره في المنطقه كامله وغنوريكم شي حوايج اللي انا زرعتهم بيدي، وفي نفس الوقت غادي ناخذ شي زريعه من هنا غادي نديها معايا باش نديرها في داك الطيح اللي كنت صوت يبقى في ايه زعما نخلي في الدار شويه من ريحه البلاد. المهم خليكم معايا، كنتمنى الفيديو يعجبكم، وهاد الخرجه اللي شي شويه يعني مختلفه كيف العاده تكون عجبتكم. المهم انا رسلت البارح بالليل كنت باغا ناخذ لكم لقطات هكا، ولكن كانت الظلمه ما قدرتش نصور لكم. غنبدا معكم اليوم من اوله وغادي نضربوا دويره في المنطقه ونعرفكم عليها. يلا خليكم معايا ما تشوفين. فوالا بالنسبه للمنطقه نبدا لكم بعدا بهذا البورطاجي اللي في يعني في الخرجه ديال الدار. المهم بعد ما دخلنا جمعنا مع العائله شويه، كان لقيناهم كيتسناو فينا ورحبوا بينا الله يخلف عليهم. المهم خرجنا لهذا البورطاجي اللي حدا الدار اللي خاص بالليكيوم اللي في خبي اللي كنكونسوميوهم هكا في الدار، ولا كناخذو منهم حنا ملي كنمشيو مره مره. وهاد البلاصه مفضله عندنا بزاف بزاف لاننا فيها شحال من حاجه زرعناها حنا بيدينا وحنا والبنات وداكشي، فكل مره تنجيو كنطلعوا عليها وكنشوفوا فين وصلت بحال هاد القريعه وهاد السلاوي وهذا. وكاين بزاف ديال اللي في خويا نتوما غتشوفوهم معانا، الزيتون داكشي كاين اللي حضرنا ليه كاين اللي ساهمنا فيه. واللي باش زوينه هاد المنطقه فيها الماء ما شاء الله موجود وبكثره، واي حاجه كديرها فيه كتصدق. المهم هذا هو البوطاجي اللي قلت لكم في الجنب ديال الدار. انا خرجت هنا كنشوفهم اللي وجدات كنحيدها يعني كنجنيها معاهم، وفي نفس الوقت كنتنفس فيه لانه مريح جدا جدا. المهم انتم حاولوا تشوفوا معايا شنو كاين، كاين السلاوي كاين الكرام، هذه الشيبه ها هي شوفوا على ريحه فيها. وكنحاول ما امكن نشوف ثاني شي حيت بغيت ناخذ معايا شي زريعه نديها معايا للدار، فكنشوف اشنو اللي موجود واللي ممكن نهزو ونديه معايا للدار. شوفوا هاد الكريمات ما شاء الله، وهاد الداليه ديال العنب ها هي باقا ما وجداتش، انتم شوفوا معايا ما شاء الله. فوالا شوفوا معايا هاد الرمانه هي لقيتها بدات كتنوض، يعني مره اخرى ان شاء الله ناكلوا منها. والبنات خلاص عرفتي ملي كيجيو هنايا راه انا كنرتاح وهما كيرتاحوا، ولا الكبار ولا الصغار صافي كنتهنى منهم. وباش مزيانه المنطقه مامنه هاد النواحي كلها ما فيهاش شي واحد براني غير العائله، وحتى زعما غنخاف من شي بير ولا شي حاجه، ما بقاوش هذوك البيار اللي كبار يلاه كتكون على قد الماكينه اللي كتجبد الماء. والخير ما شاء الله موجود، شوفوا الماء اللي درناها كتصدق هنا هذاك راه الخيار. ما عرفتش شنو نقول لكم لان هذا البوطاجي منوع منوع. المهم انتما شوفوا هذاك الحامض كاين، البرقوق كاين، المشماش كاين كاع الحوامض.
وهنايا البنات خديت معايا شويه ديال الغرس من داخل ديال داك البوطاجي واللواي وداك الشيء محتاجاهم للسطح اللي كنت بارطاجيت معكم انني قاديته وصوبته ودرت فيه جريده الفوق. فكنت محتاجه لشي غرس فما كاينش محسن من البلاصه ناخذ منها. وتحيه للوسي عبد اللطيف البوكوز ديالنا اللي عاوني قال لي اشنو اللي غادي يليق ليا وكيفاش نحتفظ به وعاوني نقلت هذوك الغريسات تما. المهم دي باني تبات السطوله حتى نجي للدار عاد نحولهم لحبيقات مقادين. ما كنتش معوله ما ديتش معايا حبيقات. المهم دي باني خديت كل حاجه من شويه. المهم داك اليزير اللي كتشوفوا في يديا راهو ما غادي نسقيهم دابا باش يبقاو ليا هكاك محافظين على داك الخضوره ديالهم. وغنخليهم هكا دوكو حتى نزيد عليهم شي حويجات اخرين وغادي نديهم معايا للدار. هانتوما كتشوفوا خديت كل حاجه منها شويه نعناع اليزير كاع اللي ممكن نديرو عندي في السطح خديت منه. شوفوا شوفوا يا البنات على المنظر. شوفوا معايا هنا ضحى شنو تدير. كتستغل هاد المجيه ديالها هنايا العروبيه وكتطلب من باباها باش يعلمها تسوق. فمره على مره فوق ما تنجي وكيعطيها الطوموبيل تسوق كيبقى معاها. والطريق هنا راه متسعه وخاويه ويعني كتساعدها باش تسوق. راه بدات كتطلق شي شويه. يعني انسان يستغل فحال هاد البلايص الا بغى يعلم الوليدات لانها مامنه. هنايا جيت ناخذ شويه ديال الكبار ولا الدره اللي لقيتها ما شاء الله موجوده. اللي زوينه هنا هو انني انا واحد الخطره كنا جينا ولقيناهم كيزرعوا فيها وعاوناهم في الزرع ديالها. ومن بعد المده ديال الكونفينمون جينا شوفوا ما شاء الله ما شاء الله في لقيناها وصلت لقيناها موجوده واجده يعني الماكله. فجيت ناخذ هنايا دوك اللي لقيتهم صافي خصهم يتحيدوا. خديت يعني اللي غادي نستعملوهم. كندي معايا انا واحد يعني كندي معايا واحد الكونتيتي للدار اللي كنطيب وكنطيبو والباقي كنستعملو فحال المايس اللي كنديروه في لي سالاد. كنقادو نصوبو ونسلقو ونرطبو في الماء وداك الشيء وكنخليه في الفريغو. هانتوما شوفوا ما شاء الله كي داير. كنخليه في الفريغو وكنبقى نستعملو في لي سالاد. يعني كيعاونني كيبقى عندي مده طويله حتى شي خطره. نشارك معكم الطريقه كيفاش تحتفظوا بالمايس من الكبال من حدو موجود.
المهم كي كتشوفوا معايا هذه الدخله ديال المدينه الجديده، المهم كنا جالسين ما علينا ما بينا، حتى راجلي عيطوا لي الخدمه كان خصو ضروري يرجع. كنت باغا نشارك معكم شحال من حاجه في هذيك الارض السعيده، باقي ما شبعناش من الحباب، باقي ما شبعتش من الارض، باقي ما شفناش بزاف الناس. ايوا خساره، ما ماشي مشكل، كيبقى الاولويه للخدمه، دونك اضطرينا نرجعوا قبل ما نكملوا هاد الايامات اللي كنا معولين نجلسوها. المهم فزنا بهذيك الليله وصافي. كنت مازال باغا ندوركم معايا المنطقه، فيها بزاف ما يتشاف، فيها واحد العين كنت باغا نديكم ليها، ولكن ماشي مشكل، اكيد غنعاود نرجع وغادي نشارك معكم بزاف ديال التفاصيل في هذيك البلاصه. ما سخيتش بها الصراحه، تقال والله الا راجعه على عينيا، مي ماشي مشكل. هذه مدينه جديده كي كتشوفوا، رجعت لها الحياه ديالها والحيويه ديالها. نتوما عارفين المدينه الجديده في الصيف كتكون ناشطه، الحمد لله كتشوفوا الناس ملتزمين بمسافه الامان بيناتهم، يعني باقيين كيديروا لي بافيت ديالهم، يعني الناس واخا خارجين ملتزمين. المهم اللي جا جديده الف الف مرحبا بيه. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم يا ربي. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم والتعاليق الزوينه ومن الدعم، وغنقول لكم بسلام عليكم فيديو اخر ان شاء الله.